مساء الصحة والسعادة على كل مشاهدينا في كل مكان. فقرة جديدة ويوم جديد من برنامجكم طبيب البلد. من زمان وفي العالم كله بنسمع من أي حد بيحب إن هو ينصحنا لما يشوفنا مثلا شكلنا تعبان أو عاملين دايت وشكل وشنا شاحب شوية، ده بيكون طبعا بسبب نقص بعض الفيتامينات الضرورية اللي في جسمنا. بتتكرر دايما جملة إيه؟ كل أكل صحي. ليه الجملة دي بالتحديد هي اللي بتتقال؟ علشان الأكل الصحي بيبقى مليان بالفيتامينات والمعادن اللي بتقدر إن هي تخلي الجسم في أفضل حالاته الصحية، وبيخلي كمان فرص أبواب المرض اللي ممكن تتفتح قليلة جدا. ولأن إحنا ممكن بسبب ساعات إهدار وقتنا في الشغل ورتم الحياة السريع بنأثر ساعات في أسلوب التغذية السليم، بالتالي محتاجين أكيد نعوض الجسم بالفيتامينات والمكملات الغذائية، بس طبعا يكون الموضوع ده بشكل آمن، وعايزينه كمان على فكرة يعوضنا عن كل اللي ممكن يفقده الجسم في الأكل. وده اللي هنتكلم عنه النهارده من خلال فقرتنا مع دكتور اكرم غانم المستشار الطبي لشركه AMD، اللي هيكلمنا بقى باستفاضه ازاي نحافظ على جسمنا وعلى رشاقتنا وعلى حيويتنا يا دكتور، وازاي يبقى عندنا صحه كده ونشاط وبشرتنا تبقى حلوه حتى لو احنا عاملين دايت وحتى لو احنا اسلوب تغذيتنا غلط. برحب بيك. اهلا بيك. ازيك يا منى؟ ازيك يا دكتور؟ اخبارك يا ست؟ كله تمام الحمد لله. تعالى نتكلم النهارده على المكملات الغذائية. جميل. وفايدتها للجسم، وهل فعلا بتعوض الفيتامينات ولا لا؟ هل انا محتاج المكمل الغذائي لو انا تعبان بشيء، ولا هو لازم يبقى في روتيني اليومي بحيث ان هو حاجة بتديني صحة؟ جميل. بتديني وقاية، بتديني مناعة، بتديني احساس مختلف جدا بتعويض الفيتامينات اللي زي ما انت قلتي ممكن اكون ما باخدش بكفايتي منها من الاكل. صحيح. النهارده بنتكلم على الكولوسيز. كلوسيز مكمل غذائي مصدر طبيعي زيت كبد العود، فيه فيتامين ألف وفيتامين دال والأوميجا 3. كل الناس عارفة فوائد الأوميجا 3، ولكن دايما بقول ما تروحش الصيدلية وتقول هات أوميجا، أي أوميجا لا، لأن الكلوسيز الوحيد اللي زيت كبد العود، ففيه فيتامين ألف وفيتامين دال مع الأوميجا 3. طب تعالي نشوف إيه التلاتة وفوائدهم إيه، ومين اللي محتاجهم، وهل نقصهم يؤدي لمشاكل ولا الموضوع رفاهية زي ما الناس بتفتكر على المكملات. جميل جميل، قول لنا بقى يا دكتور. تعالى نبتدي بالاوميجا 3. اهم مكون في الكلوسيز هو الاوميجا 3. الاوميجا 3 بيقول لك احماض دهنيه غير مشبعه. يعني ايه؟ يعني احماض دهنيه نافعه. برضه يعني ايه؟ يعني جسمك ما يقدرش ياخدها غير من مصدر خارجي. عكس الاحماض الدهنيه المشبعه، تاخديها في اكل جانك فود، تاخديها جسمك نفسه بيخلقها. فتخيل انت بقى الاوميجا 3 اللي موجود في الكولوسيس دي احماض دهنيه غير مشبعه، دي اللي بتطرد الاحماض الدهنيه المشبعه الضاره. حلو قوي. ازاي؟ كويس. بيقول لك الاوعيه الدمويه زي الخرطوم كده لما بتشتريه زمان كان يبقى مرن وسلس وكل ميه ماشيه فيه ما فيهوش مشاكل وما فيهوش تشققات. صحيح. تخيلي بقى ان مع الوقت بيترسب فيه الشوائب والدنيا، بيبتدي يشقق، يبتدي ينشف، يبتدي ضغط الميه اللي فيه يقل. ده نفس الفكره بالبلدي. مثال جميل يا دكتور. تعالي بقى نتكلم دلوقتي الاحماض الدهنيه المشبعه دي بتسد لك الاوعيه الدمويه. يحصل ايه بقى؟ اجهاد على عضله القلب. القلب بياخد الدم عن طريق الوريد ويدي عن طريق الشريان. تخيل انت بقى الخراطيم دي ابتدت تسد، في القلب بيتعب جدا وهو بياخد الدم من الوريد او بيدي الدم عن طريق الشريان. كل ده اجهاد اضافي. بالظبط. كل ده اجهاد على عضله القلب. صحيح. يقول لك مش قادر يدي الدم بطريقه كافيه. ده السددان ده ما هو ده ضرر على مريض الكوليسترول. أكيد. ما هو ده ال LDL، انت عارفه الكوليسترول فيه نافع وفيه ضار. صحيح. النافع ال HDL ده اللي بيحفزه او بيعززه الاوميجا 3 اللي موجود في الكولوسيس. ده اللي موجود في الكولوسيس بقى عكس ال LDL الاحماض الدهنيه المشبعه اللي هي سدت لك وعلت لك الكوليسترول ومشاكل الكوليسترول على القلب. بسبب طبيعه بقى اكلنا الزيوت يا دكتور. صحيح. وجسمك بيخلقها. أوكي. تخيلي بقى الجانك فود والزيوت المهدرجه وكمان جسمك بيخلقها، فتخيل انت المشاكل دي كلها. الاوميجا 3 اللي موجود في الكولوسيس ده بقى يكنس لك الاحماض الدهنيه المشبعه. جميل. فيبتدي الاوعيه الدمويه يسري فيها الدم بطريقه طبيعيه. اوكي. ده بقى مفيد لمريض القلب، مفيد لمريض الضغط العالي، مفيد لمريض الكوليسترول، مفيد لمريض السكر. تخيلي كمان اداكي وقايه من الجلطات. ما هو جلطه يعني ايه؟ كلوتنج يعني الاوعيه الدمويه دي اتسدت. انت ولزق بقى لا قدر الله جلطه في المخ، جلطة في الدراع، جلطة في الرجل، جلطة في القلب نفسه. فبتتكلمي ان الاوميجا 3 ده اداكي وقاية من الجلطات بالاضافة لفوائده زي ما اتكلمنا عليه. طيب. تعالي نتكلم كمان على الاوميجا 3. بيقول لك انه مفيد لمريض السكر ازاي؟
تتكلمي ان الجلوكوز اي حد مهبط يقول لك اديله جلوكوز. الجلوكوز ده وحده الجلوكوز بتدي 36 اي تي بي. ايه الاي تي بي؟ قال لك دي وحده قياس الطاقه. اوكي. عكس الاوميجا 3 بقى اللي موجود في الكلوسيز بيديكي كام؟ 146 اي تي بي، اربع مرات وشويه قد الجلوكوز. كمان الجلوكوز طاقه وبتنزل. لا، الاوميجا 3 موجود في الكلوسيز طاقه وبتثبت لانه احماض دهنيه غير مشبعه. فتخيلي انت المريض السكر اللي مهمد ومش قادر ياخد سكريات ومش قادر يكمل يومه لما خد الاوميجا 3 عمل ايه؟ فدايما بقول اللي مهبط ما تديلوش سكر، اللي مهبط اديله كلوسيز عشان الاوميجا 3 اللي فيه هيديك الطاقه دي. والبنات والسيدات لما بتعمل رجيم مش قادره تلخبط في اكلها ودكتور الدايت والدنيا ويتخانق معانا ووزننا زاد، فالكلوسيز موجود فيه الاوميجا 3 هيديك الطاقه دي تكملي يومك من غير ما يلعب لك. انا لو بموت يا دكتور وعامله دايت وحد قال لي خدي اشربي كوبايه الليمون دي فيها سكر ومش عارف ايه، مش هارد ابدا. لا، بس ممكن اخد كلوسيز بقى. ودي بقى لصديقاتك اللي بيعملوا دايت، كل الستات بتعمل الدايت كلوسيز. كلوسيز هيديك الطاقه ومش هيرفع لك مستوى السكر نهائي. الاوميجا 3 موجود في الكلوسيز برضو يقول لك بيرفع الذكاء، مستوى الذكاء، مستوى الذاكره، التركيز، بياخدوه بره كوقايه من الزهايمر. تخيل الاوميجا 3 اللي موجود في الكلوسيز عمل لك ده كله. يقول لك كان بيديك كمان وقايه ان ما يجيلكيش سكر وضغط، يعني المرضى هو يعني بيساعدهم بالظبط، ولكن اللي ما عندوش واللي سليم لسه ما جالوش ده وقايه وقايه من السكر والضغط. كل ده فوائد الاوميجا 3 اللي في الكلوسيز. جميل. طيب دكتور اتكلمنا عن فوائد الاوميجا 3 اللي احنا يعني ايه ما كناش عارفين ان هي كل ده. احنا معظمنا على فكره بياخد اوميجا 3 بس مش عارفين ليه، يعني مش عارفين كل المعلومات دي. تعال نتكلم عن فيتامين ألف وفيتامين د اللي برضو لازم يكون موجود عندنا. احنا اتفقنا ما تقوليش اوميجا، قولي كلوسيز عشان التلاتة مع بعض. تعالي نتكلم بقى على فيتامين ألف وفيتامين د، وهل مهمين بجد عشان اخد كلوسيز ولا اي اوميجا وخلاص. فيتامين ألف اللي موجود في كلوسيز فيتامين الصحة والجمال، يبقى مفيد للنظر عشان الاطفال الصغيرة بتلبس نظارات، عشان الكبار اللي يقولك 40 45 سنة حتى لو كان نظرك كويس تلبس نظارة. لا، فيتامين ألف، الاهتمام بفيتامين ألف، الاهتمام بكلوسيز هيقيكي من ده. يقولك العشاء الليلي، العتمه، عتمه العين، الميه الزرقاء، الميه البيضاء، كل دي فوائد لفيتامين ألف لو اهتميت بكلوسيز يقيني من ده كله. جميل. كمان بيقول لك الجمال بقى، يخلي فيتامين ألف في كلوسيز يخلي البشره تنتج كولاجين. الكولاجين وانت عارفه فوائده إيه؟ انتي رينكل، مضاد للتجاعيد، بيحافظ لك على نضاره البشره اطول فتره ممكنه. الشعر ما يتقصفش، ما يتجعدش. الضوافر ما تتقصفش. كل دي فوائد جماليه فيتامين ألف باختصار. حلو قوي. طب يلا نخش على فيتامين د اللي قلب الدنيا بقى يا دكتور الفتره دي، معرفش ليه الموضه. انا ما كنتش بسمع عنه قبل كده بس وحللنا كلنا ساقطين، حللنا كلنا ساقطين سقطوا في فيتامين د. ليه بقى؟ مع ان احنا بلد الشمس بس ما بناخدش فيتامين د، انت عارفه هو برو هرمون جاي من الشمس. ما بناخدش فيتامين د في الوقت الصح اللي هو قبل 9 الصبح او من العصر للمغرب. احنا بناخد الشمس العكس اللي هي الحارقه اللي بيجيب مشاكل الترا فايروت. فانت بتتكلمي كمان حتى لو اتعرضتي للشمس انت مش عارفه انت خدتي كميه قد ايه. فبتتكلمي فيتامين د الموجود في كلوسيز هيديك احتياجك اليومي من فيتامين د. فيتامين د اللي هيعمل ايه؟ فيتامين د ببساطه اول ما هيجي في دماغي هيبقى ايه؟ الماده اللاصقه او الغيره اللي بيلزق الكالسيوم على العظم. فمهما خدتي من كالسيوم من غير الغيره ده اللي هو فيتامين د اللي موجود في كلوسيز ولا استفدتي بيه. صحيح. ولا اي حاجه. صحيح. فبتتكلمي ترسيب الكالسيوم العظم ده مهم جدا. Okay. مهم المريض الضغط العالي، في عيله كبيره اسمها عيله الكالسيوم شانل بلوكر لمريض الضغط العالي. صحيح. فتخيل الفيتامين د موجود في كلوسيز هيبقى مفيد لمريض الضغط العالي. حلو. مفيد لمريض السكر من النوع الثاني، بيحفز البنكرياس على انتاج الانسولين. بيقول لك فيتامين د اللي في كلوسيز وقايه من انواع معينه من السرطانات، سرطان ثدي وبروستاتا وقولون. بيقول لك الايض، الحرق، التمثيل الغذائي، الست تلاقيها جسمها كويس جدا وفي مناطق فيها سمنه. فبتتكلمي فيتامين د الموجود في كلوسيز يساعد لك على الحرق او الايض او التمثيل الغذائي، التعبير اللي يعجبك من دول، الدهون الموضعيه بالظبط كده. اوكي. كل دي فوائد فيتامين د. كمان فيتامين د الموجود في كلوسيز يقول لك بيستخدموه بره كوقايه من الاكتئاب لانه برو هرمون فيرفع لك الحاله المزاجيه. كل ده فوائد في فيتامين د باختصار اللي موجود في كلوسيز. لا، لو هيرفع الحاله المزاجيه بقى ده مهم، مهم جدا طبعا، اساسي كده. طيب خلينا نتكلم يا دكتور عن الجرعات. انا مثلا اخد جرعه قد ايه؟ يعني اخد كام كبسوله في اليوم ومواعيدها كام؟ يعني في الساعه كام اقدر اخده؟ هل قبل ما انام ولا اول ما اصحى عشان استفيد بالنشاط كده من اول اليوم؟ من سنه لسبع سنين كبسوله واحده كلوسيز، من 7 ل 17 كبسولتين كلوسيز، من 17 فما فوق بالنسبه لك 17 ونص. انا عارف هتاخدي 2 الصبح و2 المغرب كلوسيز عشان يديك الطاقه.
ما تاخديهوش قبل ما تنامي، علشان في ناس ممكن يفوق معاهم، في ناس بتشرب شاي وتنام عادي، طبيعتهم كده. بس خلينا في الامان، 2 الصبح و2 المغرب هيديك الطاقه تكملي يومك. الدنيا جميله جدا جدا، تحسي بفرق جدا في صحتك. زي ما بقول دايما، الكولوسيز والمكمل الغذائي مش رفاهيه، بالعكس ده وقايه، ده صحه، ده نشاط، عشان تقدري تكملي يومك، وبيقيقي من حاجات كتيره وبيساعدك في امراض كتيره زي ما اتكلمت. اقدر اخده قبل الفطار يعني يا دكتور؟ انا شخصيا باخده الصبح قبل الفطار. اوكي، كبسولتين كولوسيز هيبقى لانه في ناس ما بتفطرش اصلا او بتاخر ميعاد فطارها شويه. ده غلط جدا، علشان انت جسمك والدنيا والحكايه، وزي ما كانوا بيقولوا لنا زمان العربيه ما بتمشيش من غير بنزين. غلط جدا موضوع تاخير الفطار. لا، هتاخدي كبسولتين كولوسيز الصبح، لو سمحت نفطر كويس عشان نبقى كويسين. طيب دكتور، خلينا برضو نتكلم عن، انت عارف احنا برضو بنحب الحاجات اللي تبقى ايه، لا مرخصة، ولانه في حاجات كتير او برودكت كتير دلوقتي منتشرة انه بتبقى حاجات مش مرخصة وبتبقى ممنوع ان هي تتاخد، وبيبقى كمان مضرة ساعات للصحة، ولو ان احنا بنتكلم على مكمل غذائي، بس برضو حابين نتأكد من المعلومات دي. كولوسيز تصريح وزاره الصحه، كولوسيز موجود في الصيدليات كلها، توزيع الشركه المصريه لتجاره الادويه والشركه المتحده للصيدله، بما انه موجود في كل الصيدليات فيبقى مضمون جدا طبعا، ما تقلقيش منه. عكس الحاجات اللي بتبقى مهربه، صحيح. عكس الدنيا، صح. دي بتتكلمي سعرها كام، وبتتكلمي مصدرها ايه، وبتتكلمي تحليلها ازاي، وبتتكلمي على البال ما جايه لك جايلك ازاي، كل دي فيها مشاكل المستوردات. طب ما تيجي كده نقول يا دكتور سعره كام؟ 14 جنيه وربع الشريط، 42 جنيه 75 قرش العلبة، 3 شرايط، سعر اقتصادي جدا، بحيث ان احنا نقدر نستخدمه البيت كله زي ما اتفقنا، من سن سنة هيستخدمه، واللي 70 سنة ربنا يديه الصحة برضه هيستخدمه. فبتتكلمي كولوسيز نقدر نحطه في روتيننا اليومي، ومراعاة البعد الاقتصادي دي مهمة جدا. اوكي، حلو قوي برضه موضوع البعد الاقتصادي ده، انا حبيته جدا. طيب دكتور، بيجي لي ساعات اسئلة ما ببقاش عارفة ارد عليها بخصوص كولوسيز بالذات، لانه احنا برنامجنا ليه يعني نصيب الاسد بالنسبه لفقرات المكملات الغذائيه، علشان كده انا عايزه اسالك يا دكتور، في حد سالني انا بنسى، ما ببقاش، وعلى فكره هي سنها صغير، هي كاتبه ان هي 19 سنه وبتنسى وحاسه ان هي مش مركزه، هل ممكن الكولوسيز ينفع معاها ويخلي كده ذهنها حاضر شويه وتقدر تفتكر وتذاكر كويس والكلام ده؟ اتكلمنا على الاوميجا 3 اللي موجود في الكولوسيز، واتكلمنا ان الاوميجا 3 هيزود الذكاء والذاكره والتركيز، وبياخدوه بره وقايه من الزهايمر. واوعدك مشاهدتك الكريمه، 19 سنة دي لو خدت الكولوسيز بانتظام هتحس بفرق جدا في تركيزها وذكائها. جميل، طيب دي حاجة كويسة اهو، وبرضه هو يعني على فكرة مش هنخسر حاجة، هو مكمل غذائي وآمن زي حضرتك. لا ما مش قلتش، مش هنخسر، أكيد يعني هنكسب. لا أصل عارف الناس بيبقى عندها شوية تخوف، اللي هو إيه؟ أجرب ولا هيعمل حاجة؟ لا، جربوا وهو آمن جدا. أوعدهم إن هم هيكسبوا، هيكسبوا جدا جدا، هيكسبوا صحتهم جدا جدا جدا. الكولوسيز زي ما اتفقنا آمن، زي ما اتفقنا التلات مكونات مع بعض، الأوميجا 3 وفيتامين أ وفيتامين د، زي ما اتفقنا إنه هيفيدهم في حاجة كتيرة. بالتأكيد يا دكتور، بشكرك. للأسف وقت فقرتنا خلص، بس المرة الجاية بوعدكم إن احنا نستكمل أسئلة المشاهدين والمتابعين، وإن شاء الله يبقى فيها أكبر قدر من الإفادة. بشكرك يا دكتور، نورتنا وأسعدتنا بوجودك معانا. كان معانا النهاردة دكتور أكرم غانم، المستشار الطبي لشركة AMD. بشكركم مشاهدين على حسن متابعتكم، وهنطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل فقرة طبيب البلد. أشوفكم على خير.